وسط مطالبات وضغوطات دولية مستمرة، بدأت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب قبل أيام اجتماعاتها لصياغة قوانين الانتخابات التي أشعلت مسلسل الخلافات بين المجلسين على مدار سنوات وأطالت أمد حالة الانسداد السياسي. في نهاية أبريل الماضي حث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باثيلي مجلس النواب والدولة على تسريع عمل لجنة 6+6 وفق إطار زمني محدد، مع التأكيد على استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى اللجنة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. ومع تأخر اللجنة في عقد اجتماعاتها والتوصل إلى إعداد القوانين الانتخابية، برزت تساؤلات عديدة حول إمكانية نجاح اللجنة في إنجاز مهمتها، خصوصا مع استمرار تفاقم الخلافات المتعلقة بشروط الترشح. وفي حال فشل المجلسين في حلحلة المسار الانتخابي، فإن الساحة السياسية قد تشهد تطورات دولية حاسمة تتمثل في إنشاء اللجنة رفيعة المستوى التي أعلن عنها باثيلي في شهر مارس لإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية وفقا لمراقبين. ولكن بعض الأطراف قد تطالب بإجراء انتخابات برلمانية فقط من أجل إيجاد جسم تشريعي جديد، حفاظا على مكاسبها السياسية وخشية إزاحتها عن المشهد السياسي. ومع غياب سلطة تنفيذية موحدة قادرة على بسط سيطرتها وإدارة العملية الانتخابية، فهل ستتمكن ليبيا من الخروج من مأزقها السياسي في ظل انتشار التشكيلات المسلحة وعدم توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد؟